per non fare vedere i denti. Ciao a tutti. Number one. Roger Maia, che merda. هاي اللاعبين عم تطلع من التدريب. ايطاليا عم صباح الخير، مكملين برحلتنا بايطاليا. اليوم جينا على محل هون لوكال نشرب قهوه، محل هون شعبي مبين، حتى المنطقه كثير شعبيه. فمبدئيا عم نجرب الاسبريسو بكل محل عم نشوفه، والطعمه صراحه خطيره. الاسبريسو بتجيك فيها 3 شفات او 4 شفات اسبريسو، كثير قليل بس ثقيله، طعمتها كثير مرتب. وايطاليا طبعا مشهوره بالاسبريسو وبالقهوه بشكل عام، كابوتشينو، الاسبريسو، اللاتي ماكياتو وباقي الانواع. بس في مشكله صغيره صارت، يلي هي انه عمر ضيع بطاقه البنك تبعه، استاجر سكوتر ومشي فيه وشكله وقع على الطريق. حاليا رجع يشوف اذا ممكن يلاقي بطاقه البنك تبعه، وانا ناطر هون مع ابوي لنشوف ايش راح يصير معنا. بلكي بنروح منزور اول مكان واللي هو متحف السيارات بتورينو. ماي فريند، فتت حاليا على متحف السيارات هون، سيارات شيء روعه. ما راح اصور حالي كثير لانه منظري كثير سيء بالماسك، ما بحب الماسك. راح افرجيكم السيارات الموجوده هون. خلصنا الجولة بمتحف السيارة، وكان بدهم تيست او تكون ملقح، بس فتنا بطريقة ما. يعني شلون؟ سر. بس والله السيارات خطيرة، يعني شوف لامبورجيني، شوف فيراري، شوف سيارات قديمة، شوف سيارات مثلا هاي من عصر ابو دفرة، من عصر الاحصنة، لسه في يعني كذا طابق وفيهم سيارات كتير. بس مشان نكمل الجولة ونلحق الاشياء الثانية. وبالضبط مثل ما مبين بالفيديو، اهل تورينو من الناس اللي بيحبوا الغريب وبيرحبوا فيه كتير، وكانوا كل ما يشوفوني مع الكاميرا يصيحوا لي على البسطات تبعهم، يفتحوا معي احاديث مع انه ما بحكي لغته. واكثر الناس اللي كانت موجوده هن العرب المغاربه ورحبوا فيني كتير صراحه. حاليا جينا هون على سوق شعبي، وتعرفت على زلمه والله حباب كبير بالعمر، عم بيعلمني ايطالي بقلب السوق. قال له تقريبا واقف معي نص ساعه. جوفاني. Ciao a tutti quanti, io mi chiamo Giovanni, ho trovato un amico, mi raccomando comportatevi tutti bene, ciao. والله احلى عالم، احلى شعب. وعم نشوف هون عم بفرجيني كان البندوره والاسعار، وبيقول لي خود مشان تسوي معك دبس بالبيت. بس استنى له وين ناخذها. ما شاء الله بالاسواق في كثير مغاربه هون فاتحين بسطات، وبيبيعوا خضره، بيبيعوا كفرات للتليفونات، بيبيعوا اللي بدك يعني. معروف المغربي يعني بتاع كله. ففاتحين هون والله ما شاء الله عليهم. شو ها؟ متحبوشتو؟ بوبليكو برا يوتيوبي. اوكي. يا اخي جميلين والله جميلين، بيجي هو بوقفك وبيحكي معك. ما بتلاقي هيك كثير يعني عالم انه تكون منفتحة هالقد. هاي مو بس الايطاليين يعني جميلين، اهل المغرب لسه اجمل. الاخ عبد الله من المغرب. مرحبا بك. الله يسلمك يا رب. شلون عايشين زمان هون بايطاليا؟ من 2003 كوازي. اوه ما شاء الله. 20 سنة. بس مبسوط يعني هون؟ الحمد لله، مش ما غنقولش لك افضل من بلدنا، بس الحمد لله هنا احنا مبسوطين. الايطاليين ناس متفتحين، وهنا الحمد لله ما فيش حد فيه مشاكل مع العلاقة، يعني بتلاقى هنا كلهم هم ايطاليين، ما معنيش حتى اجانب، يعني نورمالي ما كتلقاش فرق. بس هنا ايطاليا متفتحين، يتكلم عربي، يتكلم اللي انت عاوزه. متشرفين. الله يحييك. متشرفين يا اخي. شكرا. مرحبا بك. الله يسلمك. ناخذ شوي فواكه نتسلى فيها على الطريق. لا سوريين مش مصريين. المجتمع المغربي بلش يبين. هو كمان ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخو. وعليكم السلام. مرحبا بك مغرب. سوري مرحبا. ما شاء الله كثاروا انتم هون. الله يزيد ويبارك. تقريبا نص السوق يعني من اخواتنا من المغرب. شو الاسم الكريم؟ ابو عبيد. ابو عبيد كمان عنده هون. ابو عبيد. ابو عبيد. شكرا يا حاج ابو عبيد. يا مؤاخذة. راح الحق ولا ايش؟ يا مؤاخذة. سكي يا مؤاخذة. الكلبانيز يعني ديب دي روت. روتي. روتي؟ نوردين. نوردين. ديلي كلبانيز استانو نيرفوزو بكانو ديب دي روتي.
انه فرمت ريتين البانيا لوبي كاو لويزي لويزي كالسو 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 فالوني فوتبول سي 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 دو جوفينتو نمبر 1 لا جرمانيا كيف هندس يوهندس لا 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 لوي يوهندس لوي لويز ايوبي يو دون هاف كريستيانو كريستيانو شو الاسم الكريم نور الدين نور الدين نور الدين مغربي جديد مثل الشباب اللي تعرفناهم والله المغاربه هون سكر شكرا شكرا الله يسلمك هون فاتح مكان كمان مع مع بالسوق واللي بيقولوا انه هون عكس عنا بالمانيا ما بيدفع ولا شيء للدوله على على البسطه يعني نحن بيدفعوا تقريبا 100 يوم لحتى تحسن تفتح مكان بالسوق هون الدوله شو بتساوي لك ما ندفعش ولا حاجه حتى دبل الكوفيد ما ندفع ولا حاجه الدوله بتعطيك الدوله بتعاونك الدوله بتساعدك ايطاليا عمي ايطاليا ايطاليا عمي حاليا عم نمشي بالمدينه القديمه ورايحين باتجاه كاتدرائيه تورينو بس الشرطه بكل مكان لانه في شكله مظاهره للمثليين هون بالساحه هاي هاي سيارات الشرطه عابين المكان العالم زحمه زحمه كثير طلعت مو بس مظاهره بساحه ماداما في احتفاليه ومهرج عم يجي يسوي جو بالساحه انا بصراحه بدات تظهر علي علامات التعب لاني جعت لازم اول شيء ناكل بس مبدئيا اللي بده يزور تورينو هاي الساحه هي يعني اكبر تجمع للناس شكل المباني خطير يعني شيء قديم قديم كله محطوط عليه جراندي ايطاليا جينا جيت هلا على محل هون ناخذ سناك خفيف مع قهوه بالاحرى كابتشينو لنجربه لانه بيقولوا انه هون كابتشينو طيب اطيب من العادي هلا هون رح ناخذ السناك ونقعد برا شوي نريح وبعدين نكمل شو لا مطعم مطعم فنادق سوينا استراحه بسيطه شحنت بيرجع في طاقه بس قبل شوي هاي الساحه تعالوا شوفوها ومدري ايش بس تكون الطاقه راحت عندك جيب لك واحد كابتشينو ترجع بتشحن تتحرك لا تضلك تروح تفتل بالبلد اللي انت رايح له بس هيك وما تدفع معلش ابو شحطه هاي الغيه نزل شوي هون رخيص هون الاسعار رخيصه يعني كابتشينو هذا حقه يورو و30 محل كثير مرتب بنص البلد الله قاعدين الشارع والناس رايحه جايه تنبسط غير جو اكلنا نوع حلويات ايطالي ومع هيك كاس قهوه كابتشينو الوضع تمام بنيسيمو ماي فريند بنيسيمو مولتو بيلو حاب تعرف رمز مدينه جوفنتوس مو جوفنتوس تورينو اللي هي معقل جوفنتوس مولي انتونيليانا ان شاء الله قلته صح جاي كاتدرائيه غير الكاتدرائيات اللي نشوفهم بالعاده باوروبا شكلها غريب وبنص البلد وهي تعتبر رمز المدينه طبعا لك ان تتخيل الحجم يا عزيز لانه اكيد بالكاميرا مو مبين بس ممكن ادور على لقطات الدرون احط لكم اياها بالفيديو لانه الدرون ممنوع يطير هون بهاي المنطقه فلهيك ما راح احسن اصورها بنفسي لهاي الكاتدرائيه مولي انتونيليانا اسمها حلو جميل تولينيليان grazie 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 ciao ciao روح ولك شبتكم شبتكم مو مئات الالوف من العالم يعني هلا هلا والله ايش بدك قولي له ايش بدك قولي له ايش بدك مئات الالوف والله ما يعرف بس نفهم ايش بده بس نفسي يعرف حدا يقول لي ايش بدكم اها عاشوا بشرفي لو يطلعوا هاي المظاهرات باي بلد ليسقطوا النظام بالبلد اللي هن فيه ماي فريند هذول مشجعين يوفنتوس هذول مشجعين جوفنتوس و ولابسين بس ملون اليوم اكيد هلا هلا عاش عاش فورسا يوفي بس والله اجواء حلوه بالاذن بالاذن بالانف بالحنجره عفوا 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 بالاذن سوري اسف اسف لا كان في بي لا كان في بي فرصوت
لا يا محرفة لا يا زبل عدلة. ماي فريند مشان ما أفهم غلط، أنا بالنسبة لهيك مواضيع كل واحد حر بنفسه، اللي بده يحب بنت يحب بنت، واللي بده يحب شاب يحب شاب، أنا ما دخلنيش يعني، طالما الموضوع مو معاي شخصيا عادي يا أخ، خلي العالم تعيش فرفش. شوف فرفشين. وهلا كأنه فتت بمظاهرة معارضين للمثليين. Yes, yes, yes. What about this stupid people? What they want? The vaccine against the vaccination. والله أنا حاس حالي ماني فاهم شيء بهاي المدينة. طلعوا هدول ضد اللقاح ما بدهم يتلقحوا. والله أنا كمان ماي فريند رأيي الشخصي، اللي بده يتلقح يتلقح، اللي ما بده يتلقح حاجة الطيران. إن شاء الله عمرينه ما يتلقح. وأنا مال أمي ما بدهم يتلقحوا. لا يتلقحوا اتركوهم. هدول اللي بدهم يسووا سيكو سيكو مع بعض يسووا سيكو سيكو، اتركوهم فخار يكسر بعضه يعني. مولعة أم المدينة يا رجل، أبو وجه هدول حفظ النظام مولعين. هلا ها في صوت جاي من الأمام، هلا شوف شو بدهم هدول. أبعد عن الشرطة وغني له. مجنونة مجنونة يا المدينة، هاي مدينة مجنونة، سدوم وعمورة يا زلمة، أصوات من كل مكان. وهذا قاعد ينظف يصرعني أبو مكنسي. اتركونا نروح، خلص خلص سدوم وعمورة خلصنا، نروح على المدينة التالية. والله اصلا مجنون اللي بيروح بهاي المدينة على متحف ولا شيء. المتحف عندك يا برا بالشارع، شوف العالم كله بيضحك كله عم يرقص مبسوطين، ما في شيء. اديله افريقيا. اسمع اسمع صدى صوت، يلا بوجبا يلا بول بوجبا. ايوه ايوه ايوه، يعني العزيفة الافريقية هدول سوين الجو كله بالمدينة. والله بنيسيمو. هاي الساحة اللي حاب يجي عليها اسمها بلازو مادما، نص البلد هي فيها كل الأجواء. تعال وضيع، فيها نوافير، العالم كله عم تتمشى، احتفالات على الجهة الثانية، مظاهرات على الجهة الثالثة، كل شيء. مطاعم عندك هون أسعار ممتازة، أهاوي أسعار جدا رخيصة مقارنة بدول أوروبا الثانية، فتستحق الزيارة، تستحق الجدارة. ماي فريند مشان ننهي جولة تورينو بشكل ممتاز، جينا عند استاد الأولمبيكو مطرح ما كان يلعب كريستيانو، هون بيلعب جوفنتوس بعض المباريات، وبعض المباريات بيلعبها في ملعب تاني اسمه الأليانز. جبنا معنا البيتزا نتعشى ونكمل طريقنا على فرنسا. توقع بالفترة الحالية ما في عالم كثير عم تدخل، لأنه حاطين أونلاين أنه في مسوين مثل أنه فترة استراحة أو عطلة ما بعرف. هاي اللاعبين عم تطلع من التدريب. شوف اللاعبين كلياتها بلشت تطلع من التدريب. هاي الملعب وهاي السيارات. ريفيدرتش ريفيدرتش انت. ماي فريند طلعنا حاليا من ايطاليا ورايحين باتجاه فرنسا.